No talks. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنوتوكس. وفي تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد الحرة، سنتعرف على تطبيق يحمي خصوصية المستخدم، حيث يمنع التطبيقات من استخدام الإنترنت دون موافقتك. أي يمكنك منع التطبيقات التي تشك أنها تستخدم الإنترنت أو خدماتها لا تحتاج إلى إنترنت، تمنعها من الدخول إلى الاتصال أو تمنعها من الاتصال بالإنترنت وقت ما تشاء. أولا نفتح متجر الأندرويد. اسم البرنامج هو نت جارد. حاله كحال جميع التطبيقات على متجر اندرويد، تطبيق حر بالكامل تحت رخصة جنو أو جنو العمومية GPL إصدار 3 فقط. الشفرة المصدرية متاحة، التصريحات كما تشاهدون هي خدمات الإنترنت والشبكة وقراءة حالة الهاتف والهوية، وأيضا التحكم في بعض العمليات في الهاتف. نقوم بتثبيت التطبيق. ونتعرف على خدماته. تم توفير إصدار قبل أيام قليلة من الآن. آخر إصدار كان بتاريخ 2/5/2019، أي بتاريخ اليوم. والإصدار يحمل رقم 2.238. كل ما علينا هو فتح البرنامج، نوافق على هذه اللوحة. تم تطوير وتجربة نتجارد بعناية فائقة، ولكن من الممكن أن لا يعمل نتجارد بشكل جيد في بعض الأجهزة. أنا موافق. وهنا التطبيق غير مفعل، قم بتنشيط نتجارد بالضغط على الزر أعلى. نقوم بالضغط على هذا الزر ويقوم بتفعيل الخدمة. هنا التطبيقات، نقوم بمنع التطبيقات من الوصول إلى الإنترنت. مثلا هذا التطبيق أمنعه من الوصول إلى الإنترنت عبر الواي فاي وعبر التجوال. أيضا هذا لا يحتاج إنترنت لا على الواي فاي وعلى التجوال. أيضا أقوم بمنع جميع التطبيقات. أقوم بالتطبيقات منع التطبيقات التي أشك أنها تستعمل الإنترنت دون علمي، أو لا أريد أن تعمل خلال التجوال، مثلا الواتساب. وأقوم بمنع جميع التطبيقات التي لا تحتاج إلى إنترنت تفاديا لاستخدامها الإنترنت دون موافقتك، مثل الألعاب. هناك من لديه ألعاب وينزعج من الإعلانات عند اتصاله بالإنترنت، يمكنك منع الألعاب من الوصول إلى الإنترنت ولن تزعجك الإعلانات. كان هذا هو تطبيق اليوم الذي سيجعل حماية أكبر لبياناتك ولاتصالك بالإنترنت. أتمنى أن يكون التطبيق مفيد وأعجبكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.